المعدية بتاعت سليمان تاكلة، مش عايز يشغلها غير مرتين في اليوم، عايز يأدب المسلمين. يوه، مش هتبطل فيلم المسلمين والنصارى ده غير لما تخلصوا علينا واحد واحد. مش هي دي الحقيقة؟ لا مش هي دي الحقيقة، لأن آخر واحد غيرك كان نصراني، وسليمان تاكلة مش فارقة معاً كان مسلم أو نصراني، أهم حاجة عنده اللي يدفع الخمسة وتلاتين جنيه عشان يعد. طب والغلبان هيجيب الخمسة وتلاتين جنيه منين؟ ما هو دي اللي عمله الحج عبداي لما جاب لنا معدية الخواطر عشان يرحمنا من اللي بيعملوا فينا سليمان تاكل. طول عمرك كد الجول. عيب عيب يا استاذ، لما اقول لك حاجه لازم تتنفذ، احنا كلمتنا واحده. لو حد زعل من المعدية الجديده احنا براءة. ها اللي يزعل يتفلق، وارواح الناس مش لعبه، ومعدية والتاكلة خربانه زي قلبه. قول لي هو مين اللي فيها دي؟ وقت من بيت لوكسوري، بس ايه، مية مية بيفهم في شغل المكانات. مية مية من صاحبك يا بنوب. ما جاش ليه يا ابويا؟ هو زعلان ولا ايه؟ زعلان وضروري هيجي، وضروري هيبارك. انزل يا ابوي. يا ابوي اهدى يا سليمان عشان نعرف نتكلم. مش هدى يا ابونا، مش هدى. بيهدوا الكنيسه طوبه طوبه. الكنيسه دي بيتنا يا ابونا، بيتنا. نوع علي ايه يا ابو المجد؟ تخرم ما تعب مر يا كامل يا بنو. في حاجه اسمها معديتين في ميه واحده؟ ده قطع عيش، عايزين يقطع لقمه عيش ولادي. انت ناوي على شكله مع الخواطر؟ ايوه يا ابونا ناوي على شكله. دي واحده بس، دي واحده. بعد اذنك بص يا عم سليمان. نعم. اخد الحق حرفان وياما في الجراب يا حاوي. الخواطر طلعوا من قضية الدير زي الشعرة من العجين، لكن وغلاوتك عم سليمان وغلاوتك انت عندي ما حينفدوا بالمعدية. دلوك البلد مسلمين واقباط عايزين كوبري ومفيش كباري، يبقى معدية تانية على الأجل والرزق مكسوم، محدش عم ياكل لقمة حد. بيقطع عيشي يا ابوي، ما تفهم ما تفهم، بيقطع عيشي. أي تصرف أهوش يتحسب على الكنيسة أنا بريء منه. لا لا لا، الظاهر أنت عامل حاجة غلط وأبونا بيذنبك أو بيعاقبك. إيه 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 بذنبك دي؟ إيه إيه؟ اسكت 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 عم إبراهيم، أنت مش فاهم حاجة. أنا مزود خدمتي هنا في الكنيسة عشان اطهر نفسي من جوه كده وتبقى حلوه ونضيفه مش زي ناس. ربنا يسامحك، ما تاخذنيش، اصل انا كنت بقول في عقل بالي ما دام هو غاوي حكايه النظافه فكان من باب اولى ينظف شقته ويوفر الفلوس اللي بيدفعها لي. ايه 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 الكوميديا اللي انت بتقولها دي؟ اسكت 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 يا عم ابراهيم، خلاص ما تتكلمش لو سمحت، اسكت. كده عم ابراهيم، يا ابونا عم ابراهيم بيتريق عليا وبيستهزئ بيا، بيستغرب ان انا بنظف القاعة وطالع اقلم الجنينة برة. انا بقوله ان انا مزود خدمتي للكنيسة هنا عشان اطهر نفسي، وهو بيقول ان حضرتك اللي مذنبني. هو عنده حق. اسمع يا ادوار يا ابني، اللي انت بتعمله ده غاية سامية. طهر نفسك، بتقاوم الشيطان، بتقاوم الغرائز البشرية اللي جواك. انت بتعمل كل ده ومش قادر تتحمل منه كلمتين؟ ادوار يا ابني ارجع للكتاب المقدس. انا اسف يا ابونا. هو اللي محتاج منك كلمتين طيبين، حتى لو كان اخطا لك او قال لك كلمه زعلتك. انا اسف يا عم ابراهيم، اسف. انا تعبانه قوي، انا مش قادره. سلامتك سلامتك، الف سلامه يا اموله. ايه، اكلم الدكتور يجي لك يشوفك؟ لا لا لا، الموضوع ما يستاهلش، انا هبقى كويسه. لا قولي لي بقى بصراحه، انت في حاجه مضايقاكي؟ يعني ما انتش عارف يا لمي؟ بقى بنتك انا عارفه ان هي في بيت المكرسات، او ما اعرف انها راحت الدير ومن ورانا في الايام اللي احنا فيها دي. من ساعه ما قالت انها هتسافر الدير وانا متاكد انها هتعمل اللي في دماغها. طب لو احنا ما لقيناهاش جنبنا دلوقتي هنلاقيها امتى؟ هو عمرنا فاضل فيها قد ايه يا لمعي؟ انا عيبه تاني يا عمال؟ تاني وتالت ورابع، انا خلاص زهقت، قربت اكرهها. احنا كنا بنربيها ليه؟
مش عشان تسمع منها كلمة بابا وماما اللي احنا اتحرمنا منها؟ في الآخر راحت فين؟ راحت الكنيسة؟ راحت تراهبن؟ مش هي خلاص اختارت طريقها أمولة، وهي الكنيسة وقفت على بنت أمال ولمعي؟ ما في مليون بنت تخدم في الكنيسة، إيش معنى هي؟ خلاص بقى أمولة ما تزعليش نفسك، ما احنا كمان مش لوحدينا، ما أنا جنبك أهو. وبعدين حتى لو كانت وهبت حياتها للرهبنة فبرضه كان هاجلها في يوم من الأيام إنها ترتبط بحد وهتتجوز وهتروح بيت جوزها وهتسيبنا برضه لوحدنا. شوفي أنا متفق معاكي في كل اللي قلتيه ما عدا حاجة واحدة بس، مش هقدر أصدق أبدا في يوم من الأيام إنك أنت ممكن تكرهيها. عارفة ليه؟ لأنها بنتنا، بنتنا. عارفة يعني إيه بنتنا؟ يا عم الحاج عبدايم على رأي الناس بتوع زمان، اللي تعرف تحله بيدك ما تحلوش بسنانك. مش فاهم. أنا راسي قاعد فيها طابونة ماشية، اخلص وهات من الآخر على طول. اللي مركب طابونة في دماغه يوقفها ولا يركب فوقيها سادية كمان. النتيجة عندي اللي قاعد في الكلام يا عم. شوف يا عم الحاج، أنا طول عمري مراكبي وأبوي مراكبي وأجدادي مراكبية. واكل عشنا عارفينه وهو عارفنا، اما اجي في غفله من الزمن الاقي الخواطر جابوا معديه عشان يقطع عظم عيشي، يرضي مين ده؟ ما يرضيش حد طبعا. اديك قلت الحقيقه. شوف يا ابني، انا عايز افهمك شيء. اولا الرزق ده بتاع ربنا، محدش يقدر يجي ناحيته ولا يعمل فيه اي شيء. تاني هام، انا الرجاله كلهم بتوع الخواطر جم وحبوا على يدي عشان اجيب مركب توديهم بدل ما اولادهم بيغرقوا. ثالثا، وده اللي عايزك تفهمه كويس، الحمد لله مستوره يا ابن تكله، يعني انا اللي عايز منها الابيض والاسود. لما هي مستوره تجيب معديه وتقطع اكل عيش ليه؟ استغفر الله العظيم يا رب، ان قطور يقول احلبوه. بقول لك يا هادي، الناس اتلموا حواليا طلبوا مني اجيب معديه عشان اولادهم بيغرقوا. وتاني هام، إن كلهم مستنيين لما الكوبري يتعمل، يعني أنا مش عايز منها حاجة. أقول لك إيه تاني؟ يا عم الحاج عبدايم، أنا جيت لك وأنت قاعد لوحدك وأنا لوحدي عشان نوصلوا لاتفاق. الله، وما جبتش الرجالة بتوعك معاك ليه؟ هنجيبوا رجالة يتعصبوا والحقيقة هتوه، مش هنوصلوا لحل. أنت عايز الحكاية تخلص؟ يدي على كيفك. تروح عند الطحون تقعد بعلو حسك وتقول انا عايز عبد الدايم خاطر يوقف المعديه بتاعته. يا عم الحاج عبدايم، انا ما نقدرش نقول كده. ولا لي بقى كمان اقدر اسحب المعديه بتاعتي عشان الناس كلها كانوا ياكلوا وشي. عم الحاج عبدايم، كده مش هنوصل لاتفاق مع بعضنا. شوف يا التكل، انا اللي عندي قلته. عجبك اهلا وسهلا، ما عجبكش اعلى ما في خيلك اركبه. نعم، دي مشاكل ناس غلابة قدموها في الدير. وانا اقدر اساعدهم ازاي؟ تساعديهم من خلال القناة، لان الناس كلها بتشوف التلفزيون. بس انا ما عنديش برنامج في القناة بيقدم مشاكل. انا عارفة انك بتحب الخير، حاولي تساعديهم. انتي تفتكري في القناة هيهتموا بالمشاكل دي او حتى هيقروا الورق ده؟ نحاول نعمل كده. طب والجمعيات اللي بتاخد تمويل من جوه ومن بره ما تعملش كده ليه؟ بعد اذنك يعني يا ابوي، انا بقول لو جاهز نتحرك، يعني نوصل قبل العشية. مستعجل قوي يا ولد. كلنا كنا مستعجلين الأول وبعد كده قلنا يا ريت اللي جرى مكان. قوم بقى شوف أمك وأخواتك جاهزين ولا لأ. هم جاهزين من الفجرية، بيحضروا بس شوية حاجات لوازم زيارة العروسة. سلام عليكم يا حاج. تأخرت ليه يا ولد؟ والله حاج عمال شركة الغاز قاطعين الطريق. مبروك يا حربي، مبروك جوازك ونجاحك.
ده كتير قوي يا حاج. ربنا يخليك لينا. يلا استعجل امك واخواتك. عايز حاجه يا حاج؟ استنى يا ولد. يعني ايه عايز حاجه؟ اذا كان توفيق اللي هو توفيق ما عرفش يسوق في مصر، عارف اني؟ استناني. يلا استناني بره يا حاج. اجري. تحت امرك يا حاج. نورتونا وشرفتونا. الله يشرف مقدارك احسن بيه. ده توفيق جوز بنتي، وده رمضان ابنه، وده طبعا حربي اظن ما انتوا زهقانين منه. يا اهلا باهل الكرم والاصول. هي العروسه جابت الشاي وراحت فين؟ حربي مش قاعد على بعضيه. الا انتوا يا استاذ حربي جيتوا بسرعه يعني. يا ترى في عربيات بتوصل عنديكوا؟ ليه موال؟ بنركب شمال ولا ايه؟ بس يا رمضان. معلش يا جماعه نسيت اقول لكم، صلاح ظريف العيله، هو بيحب يهزر كده ما يقصدش. اه طبعا هو ما يقصدش. ما تقوم يا صلاح تقول للجماعه يعملوا شاي قبل ما يحضروا الغدا. والله يعني احنا كان نفسنا تشرفونا في البلد، يعني خاطر بلد كبيره ومتنوره وعلى طريق طوالي. خلي بالك يا استاذ حسن، انتم هتنزلوا ان شاء الله في الجسم اللي يخصني، حكم كلنا عايشين مع بعضينا في بيت كبير، واعملوا حسابكم مش هنسيبكم قبل اسبوع. ها الصعيد ان شاء الله هيعجبكم قوي. اه طبعا عارف، انا ياما رحت الصعيد مأموريات تبع الشغل، سوهاج وقنا والاقصر. على فكره يا حسن بيه، مش كل اللي في الصعيد يقدر ييجوا هنا على القاهره. احنا قلنا نكسب البلد نصين، نعمل هنا كتب الكتاب ونعمل الفرح حدانه ومن غير الناس. يا حاج حربي ابنك الوحيد ولازم تفرح بيه زي ما انت عايز. يبقى نختصر الكلام وينزل هو والعروسه بقى يجيبوا الشبكه، عشان احنا مستعجلين نعوت على طول. ليه يا حاج ما انتم منورينا؟ مصالح يا استاذ كريم. اه مصالح ومستعجلين عشان نعاود. وبعدين حربي هيتجوز على روحه. المكان كله حاصر. طب الحمد لله ان انت اللي بحاصرني مش حد تاني. قصدك ايه يا احمد بيه؟ قول لماما. يلا انا جيت جنبك. يلا ايه يا جو على الصبح كده؟ مش انت اللي قلت الحمد لله انك انت اللي صحتني مش ماما؟ يا جو يا جو يا حبيبي. ايه جايبين في سيرتي ليه؟ الواد ده شيطان شيطان. بقول لك يا يوسف، احنا خارجين النهارده، اختار اي مكان في مصر وانا اوديهولك. ده ايه الرد ده كله؟ يا بختك يا عم يوسف. يا حبيب قلبي يوم ويوسف الاول. عارفه انا ده والله وانا بعيد عنكم بحس اني مش عايش. طول النهار اجتماعات وتحريات واستجوابات لما الواحد دماغه بتطق. بستنى الدقيقه والثانيه علشان ارجع لكم. لكن عارفة لما الواحد بينجح في شغله بيحس ان المسألة فارقة برضه. الجهاز بتاعنا ده لو مش موجود كانت البلد ولعت. طبعا احنا في ده البلد، مصر تؤمر واحنا ننفذ على طول. بتتريق يا ندى؟ ونقدر يا عم، انا بس بقول يعني لو مصر تديك اجازة طويلة شوية بدل اليومين اللي بيخلصوا بسرعة. وبعدين يا سيدي مصر فيها 80 مليون، ما جاتش عليك انت يعني. وانا ممكن نروح معاك في الاجازة بوبي وصوت لحنا دي؟ طبعا يا حبيبي، الاهلي والزمالك في ذات نفس الوقت، الباب في الباب. سلطان انت كده بتبوظ معلومات الولد. وانت يا سيدي ايه كل اللي همك اللعب؟ وحتى لو رحنا اسيوط مش هنشوفه خالص، على الاقل هنا بنشوف اصحابنا وبنشوف جده، مش كده ولا ايه؟ اه كده ولا ايه. يا حبيبي والله انا عارف ان غيابي بيطول قوي، بس اعمل ايه، انا فعلا مكلم ناس في الجهاز ان اتنقل الحركه الجايه القاهره او الجيزه، وفي الحاله دي هبقى جنبكم على طول. بس لو جيت بقى ما فيناش بقى من الحركات اياها بتاعت لابس كده ليه ومتشيك ليه وشكلك زي القمر ليه النهارده وايه البارفان الجامد ده قوي، ولا ايه يا ام يوسف؟ حاضر. طب بقول لك ايه بقى، ممكن اطلب مني خدمه انسانيه؟ سلطان القهوه. زي القمر يا خديجه، كنت فاكره حرب ابني هيختار واحده عفشه. ايه اصلهم دايما يقولوا الحب اعمى. الحمد لله ان طلع مفتح المره دي يا ماما الحاجة. مفتح ونظر ستة على ستة. يا بختك يا خديجه، طالما الحاجه الكبيره رضيت عنك يبقى يساعدك يا هناك. انا ما اطمنتش على خديجه غير لما شفت الحاجه وقعدت معاها.
حماتك اهم من جوزك يا خديجه، خلي بالك منها. ودي حماتك التانية صفاء، لو رضيت عنك يبقى الحاجه هترضى. بصراحه ايوه، انا يوم ما بزعل صفاء امي بتقعد ما تيجانيش يومين. بس سيبك انت من الكل، انا وانت هنعمل رباطيه ونمشي البيت على عجين ما يلخبطوش. ما بلاش حكايه رباطيه دي، انا مش عايزه ازعل حد مني. بابا طلب شاي فقلت اعمل لنا كلنا. اتفضلوا. اتفضلي. بس انا هتعبك يا بابا. باموري، عايزه حاجه تانية غير الشاي؟ اصل انا بشرب الشاي صعيدي، عارفه؟ طبعا التقيل. ما تتعبيش البنايه يا صفاء. لا يا طنط، مفيش تعب ولا حاجه، ثانيه واحده. بنتك حلوه، متجوزه؟ لا مخطوبه، خطيبها المهندس كريم اللي قاعد مع الرجاله جوه. ربنا يفرحك بيها وتشوفي عيالها وعيال خديجه. وانت عايزاكي تملي علينا البيت عيال. حربي وحداني وعايز يعمل عزوه. عزوه ان شاء الله، انا اخري عيلين وبعد كده ممكن افيص منكم. كل البنات بيقولوا كده في الاول. اتفضلي، المهم يطلع سعيدي بس. تسلم يدك يا دكتورة. الله يسلمك. زي الفل. ماما بابا بيقولك بعد الغدا جهزي عشان تنزلي مع خديجة وهي بتنقي شك. حاضر يا حبيبتي. الله، ما سمعونا زغروتة يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. قول يا أستاذ، زوجت موكلتي البكر الرشيد خديجة عبد الله لموكلك حربي عبد الدايم على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا أبو حربي. الله يخليك. لعيلهم. أدعي لهم ربنا يكرمهم ويهدي سرهم. يا رب. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. مبروك. مبروك يا حربي. مبروك. ألف مبروك يا حاج، ألف مبروك. والله بانك عجزت يا حاج عبدايم. انا في عز شباب يا حضره النايب، كان نفسي اسهر معاكم بس انا مسافر الليله سيوط. يا راجل. اي والله. روح بالسلامه. يلا نشوف وشكم على خير. الف مبروك يا جماعه. الله يبارك فيك. ربنا يتمم بخير ان شاء الله. الله يبارك. عارف لو زعلتها هتلاقيني حما ولا مال ونيك في زمنها. في عينيا، ما تخافيش. فرصه نروح لعب قادر سمكة، نزلنا عليه تاني في موضوع الكوبري. يا راجل، الناس يقولوا علينا ايه؟ وده وقته؟ انا مش هرجع معاكوا في عربية الوخ ده، هروح ابيت عن جماعة اصحابي. اسكت ساكت، اقعد. لما تقول عليه الاخ ده يبقى صاحبي قبل انت ما تتولد. قومي هات اختك تقعد جارنا، الرجالة عم تبص عليها وهي رايحة وجاية. ليه يا امي اختفوها اياك؟ انا هروح اندم عليها. السبع جام تحيه بنتك دي تموت في النكد. ايه انا كده عامل دي؟ كده يا بنات لما تحيي ليلتكم فرقه المشايخ دي. يعني كنت فاكره حربي وتابعها وكامل هيجيبوا مين؟ رامي عياش مثلا. المهم الولد كويس وبيحب خديجه. ما تسكتوا بقى يا بنات وتبطلوا ودودا. الحسين والسيده اختي الاثنين، سيدنا الحسن
يا صاحبي. الله يبارك فيك يا كامل، عبالك. اتفرج على المسرحيه، تصدق المسرحيه دي شفتها 100 مره قبل كده، تموت من الضحك، بس كاني بشوفها والله لاول مره. يلا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه؟ انت قاعد تقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه؟ يا مالك فيك ايه؟ ده هو قالها. لا هقوم اعمل لك لا لا لا، ولا تقومي ولا اي حاجه، خليكي قاعده هنا جنبي. ما ينفعش تعملي القهوه وانت مكشره كده. مالك بقى احكي لي، اوعى تكون مرسيل ضايقتك في حاجه. مرسيل هتضايقني في ايدي طاقه وحد بياخد على كلامها وهي عشره النهارده؟ اوعى تقولي ان مفيش حاجه، لا باين انت ما بتعرفيش تخبي. انا حلمت حلم من التريز وحش قوي ومضايقني وخانقني. لا ما تخافيش، خير خير. حلمت ان التريز راكبه مركب والمركب عماله تجيبها يمين وشمال يمين وشمال، لما تكون هتغرق كده انا عماله اصرخ وناجي عليها وانا جوه المركب، بس انا مش بغرق ولا حاجه. ولقيتها يا حبه عيني مش سامعاني وخايفه ومش عايزه ترد عليا. وبعدين لقيت راجل طويل وعريض جاي من ورا وعايز يضربها وفي ايده عصايه كبيره. صرخت صوتي مش طالع مني وهي برضو مش سامعاني. قمت من النوم وانا مخنوقه ومش طايقه نفسي. ما تخافيش مش هيحصل اي حاجه، انت بس خايفه عليها وقلقانه من سفرها للدير. انت عارف انا بحب ترزقة، بحبها اكتر من نفسي. انا اتصلت بيها عشان اطمن وطمنتني، قالت لي ان هي بخير. صلي لها يا امال، صلي لها الرب يحميها والمسيح يحرسها. حاضر هصلي لها وانت كمان صلي لها. صح، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للميه في الغربال. يا بنت ده جواز على سنه الله ورسوله. يقوم سحر بيعشق بنت من مصر؟ طب جواز بجواز، كان خد واحده من بنات عمه ولا هو فالح بس يربي دجنه؟ دول فيهم بنات زي القمر. واحنا مني؟ هما كانوا من باقي اهلنا. خدي وسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دول؟ دول الف يعني باكو مكفول. من مين دول؟ من توفيق. انا اتهلكت معاه في دكان اللحمه. قولي استاهل ايه؟ هقوم اسخن لك شويه ميه. ماشي، بس اوعى اجي الاقيك نمت زي المره اللي فاتت. ابو حربي يا حاج عبد الدايم. يا ابو حربي اقطع اقطع يا غراب يا ابو وانت، عايز ايه يا زغلول عاد؟ وعوز ايه من وشك اياك؟ ما سمعنيش اقول يا ابو حربي يا حاج عبد الدايم. وعايز لنا ابو حربي جاي تدفع له اجار الارض اللي انت مأجرها منه، ولا يمكن جاي تاخد نصيبك في مكسب شنطة الكيماوي؟ والختمة الشريفة اعمل فيكي كيف ما عملت في زهران ابو عطوة؟ يخيبك ربنا، امشي عاد، امشي بدل ما اجيب رشدي جراحتك. طب امشي امشي، يلا قولي للحج زغلول عايز حقه، عايز الحلاوة الكبيرة، حلاوة جواز الاستاذ وحلاوة المعدية الجديدة اللي عم تعدي الناس ببلاش. محدش موجود، كلهم في مصر. يلا غور غور بدل ما لم عليك اهل البلد كلها. امشي عاد يا زغلول. طب لمي. خبر يا رجالة، عم تجروا ليه؟ حريقة ولا عركة ولا حد خرج؟ خربت يا أولاد، العيال هيقطعوا بعض عشان خاطر العيش. روح كلم الحاج توفيق خاطر وقول له يجي جواب. الخواطر كلهم في مصر علشان جوازك حرب أبو عبد الدايم. أنا هروح أكلم النطة. شملول اجري بسرعة. اجري
فيه يا رجال؟ عركة قدام مخبز أبو خاطر. سلم يا رب، سلم سلم يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. على الله ما حدش يموت، أنا ما عرفش نرجع لهم إيه. مين يصدق يا مولانا إن المصريين يقاتلوا على رغيف عيش ولا انبوبة بوتاجاز؟ خايف والله يجينا يوم نلتقي روحنا في مجاعة والناس بتاكل ببعضيها. الداهية إن الناس ما فهماش دلوقتي، ما عندهمش غير حكاية لقباط والمسلمين، ما عارفينش إن التار بتاعهم هم التنين مع الحزب الوطني اللي شفط خير البلد وجوع أولادها. لا، والجوع ما بيفرق بين قبطي ومسلم، يعني أمريكا وإسرائيل لو جت وحربونا النهاردة اخترعوا صواريخ تموت المسلمين بس. على رأيك، شوف يا علي، المعدية عاملة شغل حلو قوي. أمال إيه؟ يلا بينا نلحق صلاة الظهر شرقة. بينا، تفضل. ابو تريكه يا خال، ابو تريكه ساكت ليه؟ ها ساكت ليه؟ مش قلتك ان الزمالك هياخد ثلاثة ويطلع بره النهارده؟ رمضان الزمالك دي المدرسه، غلب اتغلب مش هتفلك. ايوه وسعت منك جو ده يا خال. انت عايز تفهمني اللي ما يفرقش معاك يكسب او يخسر ليه؟ بتلعبوا كوره نزاهه تضيع وقت. والله حلو التار الجاي، الله حلو التار الجاي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضل كامل، هو عم يقول الله حي على الكوره؟ انا كنت فاكر ان احنا دخلنا تل ابيب وحررنا القدس. ده ماتش الاهلي والزمالك يا خال، ومصر كلها بتتفرج عليه. وانت بتشجع على الاهلي ده يا حربي؟ والله ذنبه في رقبتك يا راجل. فوت تعالى اقعد بس، دي كوره. ويعني كان بيتفرج على اغاني ومسخره. هو اللهو هو الاغاني بس؟ لا يا مولانا، اللهو هو كل ما يلهي المسلم عن ذكر الله. والكرة كمان تعتبر رياضة، والرياضة مفيدة للجسم. مفيدة لما نتعلمها يا مولانا، نتعلمها. وعلموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. بس يا خال، أنا بحب الكرة وبحب أتفرج عليها. النفس السوية لازم تجاوم أي معصية. وانت فاكر إن شارب الخمر سهل عليه يبطل الشرب؟ ولا الحرام؟ ولا الزاني؟ ولا حتى الكافر؟ لا، المعصية عم تزغلل العين، والشيطان لازم يخليها حلوة في نظرك. أمال تبقى راجل إزاي وتخش الجنة؟ مش لازم تجهر نفسك الأمارة بالسوق وتتغلب عليها كمان؟ الحكاية مش كبيرة قوي كده يا كامل، هو أشرك والعياذ بالله. خالك مش هينفعك وقت الحساب يا رمضان، لما تموت وتنزل القبر وينقفل عليك ويبقى ضلمة. لو كل واحد فينا أهمل في أصول الدين الإسلامي، الإسلام ده مش هتقوم لجومة. خلاص يا علي، دول شوية عيال ما عاوزينش نكبر الحكاية. لا مش شيخ محمود، هو التسامح كمان يبقى في الهانة؟ وإذا كان اللي عمل العملة دي عيال، يبقى أهلهم ما عرفوش يربوهم. أوه، سايق عليك النبي يا علي. ما عايزش حد يعرف لو حصلت مشكلة بين المسلمين والنصارى بسببي، ربنا مش هيسامحني يا علي. خبر عم الشيخ طيب، انت لساك تعرفني النهارده؟ لا، انا لا اقول ولا عيد. احنا نروح على الكنيسه ونخلي بسليوس يجيب لنا حقنا. انت لا سمح الله شويه في البلد دي ولا حاجه؟ تفضل تفضل. اللي يعمله ربنا. ايوه هو اللي يكون. ايه يا استاذ جمال، هالحكايه فيها خيار وفجوس ولا ايه؟ بعدين حتى لو كانت جديه يبقى توفيق خاطر اول واحد تجملوه يا اخي. في ايه يا استاذ توفيق؟ هو انت اليوم اللي هتيجي فيه تقعد اليوم بطوله تخانق في دبان وشك؟ انا عم اخانق على حقي. كيف يا راجل يعني كل الموظفين ياخدوا علاوه وحوافز الا انا؟ ايه؟ وقعت من قعر الكف انا؟ ان جيت للجد، انت الوحيد اللي ما اقدرش احط اسمك في كشف الحوافز. عارف ليه؟ اول هام علشانك بتيجي يومين او ثلاثه في الشهر تمضي وتتوكل على الله تشوف مصالحك. تاني هام، احنا لو جينا للجد انت لا محتاج حوافز ولا مرتب الحكومة كله على بعضه يقضي معاك مصلحة. ليه؟ هو انا لازم اخد مرتب الحكومة اكل بيه؟ دي حقي، محدش بيدفع لي حاجة من جيبه.
وبعدين دي فلوس الحكومة، الحكومة ملهاش دعوة معايا كام وعندي ايه. يا راجل يا راجل اتقي الله، هتعمل عركة عشان 150 جنيه كل 3 شهور؟ عيب يا ابو رمضان، يعني الناس اللي شاربة المر وشايلة الشغل ده كله ما بيتكلموش، يبقى هم الأحق ان ياخدوا الكام ملطوش اللي انت عمال تحكي عليهم دول. الناس دول ساكتين عشان انا والحاج عبد الدايم خاطر خد منهم واحد واحد بدل الخدمة 10. اللي عايز مصلحة في المحافظة بنقضيها له، اللي عياله عايزة تدخل المدينة الجامعية في أسيوط أمن الدولة مش عم يتأخر علينا، حتى اللي مرته بتغضب وتروح عند أبوها بنصالحها. وبعدين هي البلد دي لولا الخواطر كان بيجي فيها واحدة محلية من أصله، الأرض دي إحنا اللي متبرعين بيها، كل الموافقات إحنا اللي جايبينها من المحافظ والحزب الوطني، ولا نسيب؟ يعني عايز إيه يا توفيق؟ تاخد الحوافز من جيبي وتسكت؟ لا، خلي فلوسك في جيبك بس ورحمة أبوي، لو الحكاية دي تكررت تاني مش هسكت. وأجدادنا قالوا الشاطر اللي ياخد بحقه حلف ويحرقه، وقالوا كمان اللي بيته من جزاز ما يحدفش الناس بالطول. يا مرحبا يا مرحبا. يا اتفضل. عقبال ما تيجوا تبشروني إنه الحكومة بدأت في بناء الكوبري، والمسيح أنا حاسس إنه الكوبري دي لما يتعمل هيبقى مزار سياحي، والسواح هتيجي وتشوف الهرم ويا ابو الهول وكوبري بني خاطر. مال في ايه يا علي؟ فيه اتنين من عيالكم اهانوا الشيخ محمود، ودي حاجه مش مقبوله. ايوه، ولولاش اني عارف ان الكلام ده ما عجبكش كنت جيت. قطع لسان اللي يقول كلمة تزعل الشيخ محمود، طبعا لا أرضى ولا يرضى حد. مين هم العيال دول؟ حان علي مكبر الموضوع، دول صبية وأنا ما باخدش عليهم. بس قول لي مين هم بس. يا خلاص يا مقدس. عيال نسيم أبو صمويل وقع سودة عليه وعلى أولاده، ده لا عرف يربي ولا يعلم. حقك على يا مولانا. ما فيش حقوق، إحنا أهل وإخوة. ادي راسك ابوسه. استغفر الله العظيم. لو ما جبت لكش حقك يبقى حقك تزعل مني انا مش حد تاني. اهدى يا علي وروق، حق الشيخ محمود عندي انا. عايز اقول ان لو عيل من عيال المسلمين عمل العمليه دي كنت سكت، ويبالي نفس الموقف. ليه؟ عشان رجاله الدين نصارى ومسلمين حقهم محفوظ وعلى راسنا كلنا. انا عارف كرامه الحق محمود على راسنا، والعيال اللي عملت كده هتتقدم، وبكرة الصبح هجيبهم لك عند علي يحبه على راسه. بارك الله فيك. موتي وسمي قلة الأدب. فضيلة الشيخ محمود زايد جزمته اللي هي جزمته تنشال فوق الدماغ، تقوموا انتوا يا سافله تطولوا عليه. ام المخلص انا كنت يخلص عليك كلب يكون مسعور، ما تحلفش كده. احنا كنا بنهزر. اتهزر من مقام مولانا انت عشان تهزر معاه؟ نسيم رب عيالك هتكسفوني وتكسروا رقبتي يا اولاد الكلب. خلاص خلاص يا نسيم، المسامح كريم، صغار وعرفوا غلطتهم خلاص. خد عيالك واطلع على البيت يا نسيم، ولو غلطوا تاني هكون مقدم بلاغ فيهم بنفسي. سماح سماح يا مقدم. حقك على راسي من فوق يا سعادة الشيخ، اتفضل قدام انت وهو. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يستر وما ياخدش خبر كامل. ها تدفعوا كام وانا ما اقولوش. ابو كامل تفضل تعال بنوب. يا اهلا يا اهلا. اقعد. ايه مالك يا مقدس ابو نوب، شايل عبد القادر ليه؟ سلامتك يا فضيله الشيخ، انا بس كنت عايز اقولها في كلمتين. ونبي خديجه يا حبيبتي اشري لي شويه الكوسه دول. حاضر. ايه سرحانه في ايه يا خديجه؟
قال له مش عروسة، لازم تبقى سرحانة طبعا، بتفكر في حياتها الجديدة. متقلقيش، الراجل جوزك ده باين عليه واد محترم وعيلته ناس محترمين. هما ناس طيبين فعلا، بس مش عارفة ليه كده أخته الكبيرة كلامها قليل قوي، حاسة إنها غامضة، وأنا ناس الغامضة دي ما بفهمهاش. لا ما تاخديش في بالك، هما ستات الصعيد كده بيربوهم على إنه صوت المرأة عوض، صوتها ما يعلاش، عشان كده تلاقيهم دايما بيتكلموا بصوت واطي. بس إحنا اللي يهمنا مين؟ هو حربي. والحقيقة بقى هو طاير بيها طير. ربنا يوفقكم يا حبيبتي ويبعد عنكم ولاد الحرام. طب هو ما ينفعش يعني بعد الفرح تقعدوا معايا كام يوم؟ والله لولا شغل صلاح وشيرين كنا قعدنا معاكي اسبوع بحاله، واهل جوزك كرمة وحيشيلونا فوق راسهم شيل. اه ده على اساس ان انا عاطل يعني ما عنديش شغل. يا حسن انت تقدر تاخد اجازه في اي وقت، لكن العيال ما يقدروش. خلاص ما تقلقيش حبيبتي، ما تقلقيش، احنا معاكي لغايه الصباحيه، نطمن عليكي ونرجع. وبعدين اذا عاوزت اي حاجه وقفي بس كده في البلكونه وقولي جزر، هتلاقيني بخبط لك على الباب. ما بلاش جزر دي، اسمعيني ياسين قاعد يقول جزر 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 لحد ما اتسجن ومحدش عبره، ما تشوف لنا حاجه تانيه. هنقول بصل. هي جزر وليها وما تقلقيش، بس بقول لك ايه، اوعي تقوليها قدام حرب اللي هيضحك عليك. دودي لميت لك كل حاجتك، ناقص بس الشنط اللي فوق الدولاب. ربنا يخليكي ليا. تعالى هاتها لي. يلا هجيب لك ايه؟ الشنط اللي فوق الدولاب. ما تجيبيها انت وانت صغيره. وانت لازمتك ايه في البيت؟ قدامي. ايه الحكايه؟ مش عوايدك قاعد ساكت يعني؟ هقول يا اما لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه الموضوع عاد؟ رسيني يا اما، انت رايحه من الصبح رايحه جايه، لو اشتلي دماغي في ايه يا اما؟ وهتيجي معايا دغري وتصارحني ولا هتطلع من جنس الخواطر وتعوم على وش المايه؟ وانا من ميت يا اما بلوعك. طب ايه قصتك مع بنت رزق؟ يا ربنا قصت ايه يا اما؟ هم خمس دقايق وقفتهم مع البيت بقت حكايه وحدوته، وطبعا ابويا هو اللي قال لك سمعني كلام شد من الرصاص. هو ده اللي مزعلني، ازاي سرك يبقى مع ابوك وما يبقاش معايا؟ والله العظيم والله العظيم تاني مره لا في سر ولا حاجه. طب عيني في عينك كده؟ والله العظيم يا اما هم خمس دقايق في قلب الشارع وقدام كل الناس، هو انا شهمور الشام ما اعمل لي حدوته وحكايه في خمس دقايق؟ يا واد قول لي لو في حاجه انا اقدر اساعدك احسن من ابوك ومن سيدك كمان. طب احلف لك ازاي عشان تصدقيني؟ تصدق وتأمني بالله انا استاهل ضرب الجزم عشان وقفت معاه في الشارع، غيري بيتوعد في الغيطان وفي اسيوط كمان. وانت زيك زي غيرك، انت رمضان واد صفاء بنت عبد الدايم ابو خاطر. ياما ما تخنقنيش بالكلام ده ياما. انا بخنقك يا رمضان؟ مش عارف اقول لك ايه ياما، بس مش معقول يعني تحقيق في الشونه وتحقيق كمان في البيت. وانا لما اخاف عليك يبقى بحقق معاك؟ لا عفو ياما، الموضوع ما يستاهلش يعني الحديث والحوارات دي. يا واد انت طيب وعلى نياتك، وما تفهمش في شغل البنتة والنسوان، دول عاملين زي الشياطين واللبلسة، الواحدة منهم تخش على الراجل بالسهوكة والحنجل والمنجل لحد ما تجيبه على ملا وشه زي شغل المسلسلات بتاعت التلفزيون. فاهم والله يا ام. يا واد ما تجيبش لنفسك مصيبة وقولي فاهم فاهم. عارف خالتك تحية اللي اسمها خالتك سلطت البنت بتاخد جوزها الفرعة الطويلة دي اللي اسمها فاطمة انها تيجي تشوفك وتحط عينها عليك. سيبك من دي، فاكر يوم حفلة النجاح بتاعت البت هنا صاحباتها واحدة منهم حطت عينها عليك وتقول لي فاهم؟ ليه يما وانا تامر حسني اياك ولا ايه؟ اذا كان على الحلاوة ده انت حلو زي القمر، طول بعرض زي عود الزان، ربنا يحرسك ويحميك ويخليك ليا. بس يا حبيبي مش بالحلاوة، الحلاوة في الدكان. منك نستفيد يا ام رمضان. يا واد انت مطمع، شباب وجمال ومال، امك تحبك وابوك مكبرك ومخليك صاحبه، تبقى مطمع ولا لا؟ انا عايزه اللي تتجوزك تتجوزك عشانك مش عشان حاجه تانية. تخفى الفلوس والعيله ما خدناش منها غير وجع القلب. طب تصدقني وتأمني بالله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، انا يوم لما اجي اتجوز لازم اختار واحده شبهي. اذا كان ليكي شبيه يعني. يفرحك دنيا واخره وقت بطني صح. ها
مين دول بقى عروس؟ في اساميهم يا عم طرقنا يا بابا. خلاص بابا خلاص خلاص خلاص. بس ما بحبش بس حد ياكلني القرنطه. نفسي موت اخطب يا فرحه قلبي. في يما مش قلت نفسك تخطب يما؟ اخطب في الجامع فوق المنبر. وليه؟ اوقف على الكنبايه واخطب يما الصبح. أقول لك اطلع الغيط وتخيل عدان القصب ولا الذرة رجالة واخطب فيهم لما تشبع. هو ده ردك يا ابوي؟ لا طبعا، بس في الأول نقطع الشيخ المؤهل محمود زايد ونرميه للقطط. ما أنا مؤهل زي الشيخ محمود زايد وأكتر. يا سلام نسيها أنا دي. يا ابني الخطبة مش كلمة من هنا وكلمة من هناك، الخطيب هيتحاسب على أصغر كلمة تخرج من خاشمه. وأنا مش عم هخرف يا أبوي. يا ريتك تخرف، كنت عالجك. قال أنت ترجع الكلام يوقف اللقمة في الحنك. فاكر يا ولدي لما فتيت وقلت التلفزيون من بابه حرام في حرام؟ ومن شوية لما لمحت القموص وبنوب قاعدين جيت معاود تاني، انا شفتك وما رضيتش احرجك. شوف يا ولدي، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي اسمه سيد الخلق كان بيقعد مع الكفار اللي اسمهم كفار عشان ينشر رسالته ودعوته. واه ما تسيبه يخطب يا بوكان. هي لعبه يا حجه. هو انا قلت انها لعبه يا ابوي؟ يا عم الاستاذ مروان ابن الحكم قال شيبتني المنابر. افهم بقى، وفوق من اللي انت فيه ده الله يرضى عليك. في مصيبة تانية جاية تلبسها لي ولا ايه؟ لا انا جاية بس اعرفك اني عارفة انت عملت ايه. يا ترى عملت ايه؟ الفلوس يا استاذ صلاح. فلوس ايه؟ ما تخافش مش هقول لحد. شرم حاجة؟ مش هقول لحد ايه وفلوس ايه؟ ايه الجو ده؟ الفلوس اللي انت خدتها من فوق الدولاب. انت جاية تشتغليني بقى. هو انت حيلتك فلوس يا مفلوس؟ اقسم بالله العلي العظيم لو فضلت تستعبط كده رايحه قايله لبابا. انت عارف ومتاكد ان انا عارفه اللي انت عملته. كذاب. انت اللي 60 كذاب وحرامي كمان. طب تقدري تقولي لي بقى يا هانم الفلوس اللي بتتكلمي عنها دي جبتيها منين؟ خايب خايب وطول عمرك افكارك خايبه زيك. الفلوس دي بتاعت حربي ادهاني عشان اجيب شويه حاجات للبيت، يعني فلوس صعيده. عارف يعني ايه فلوس صعيده؟ طيب يا ستي اديكي بقالك فوق ال 20 سنه واكله وشاربه ونايمه من فلوس ابويا، اخصمي دول من دول. لا نفسك انت اللي مديون. مديونه لاصحاب الفضل عليا، اما انت انت اللي مديون. استحملني شوي، بكره هروح اقطع تذكره السفر وهسافر وارتاح من وشك. الف سلامه يا نسا. الله يسلمك. هي يا دكتور خير؟ الحمد لله هي زي الفل ما فيهاش اي حاجه. المره اللي فاتت قلت لنا لو الوجع ده اتكرر نعمل لها اشعاعات وتحاليل. ايوه حصل فعلا، ده كان علشان نطمن بس، لكن هي زي ما قلت لحضرتك زي الفل. تلاقي بس شوية تعب ولا حاجة. تعب؟ من ايه؟ هي بتحط يدها في حاجة؟ إلا إذا كان التلفزيون بقى هو اللي بيتعب الأيام دي. عموما أنا هكتب لها على شوية أشعة وتحاليل عشان نطمن. يا ريت تعملوها في أسيوط وتبقوا تجيبوها لي. ولو عايزين تروحوا للأستاذ أو استشاري أنا ما عنديش أي مشكلة. ألو؟ أيوه
ازاي ده؟ يعني ايه؟ استاذ مين؟ ده انت الاستاذ يا طناي، ده انت باين عليك وشك سامح وشاطر، بس عايزاك كده تقول لها كلمتين تخليها ما تسهرش. هو السهر اللي تعب صحتها؟ بطلي سهر يا انسه. ايه اصل الحاجه بيتهيأ لها ان اللي بيقعد لحد الساعه 10 يبقى سهران. الحاجه خايفه عليكي، وبعدين هي كمان معاها حق لما تقولك نامي بدري على الاقل وانت بتاخدي العلاج. ربنا يستر، بس انا قلقانه قوي، يعني لو تعبت بالليل ولا حاجه اتصرف كيف؟ انا ما معيش رقمك. عموما رقمي هتلاقيه مكتوب على الروشته، كلميني في اي وقت. الف سلامه. الله يسلمك. مع الف سلامه. شكرا يا فندم. الف سلامه. سلام. دكتوره خديجه، جبت التذاكر؟ لا، معرفتش اوصل للشباك اصلا، ولو كنت وصلت برضه ما كنتش هعرف اشتريه. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان القطر محجوز لمده اسبوع. يا بنتي دول سماسره، يعني بيبيعوا التذاكر في السوق السوداء، خمس دقايق والتذاكر هتكون عندك. ازاي؟ هتشوفي. شخشيخ انا عشان تشتروا وتباعوا من ورا ظهري؟ ده انا كامل ابانوب ابو اليمين، عين عيان اقبط شرق وغرب. وطي صوتك وبالراحة على نفسك شوية يا عم الشديد انت، ولا هو على رأي المثل ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتحاسبوا. بالراحة يا كام، وقول لي على اللي مزعلك. يعني ايه الكنيسة تشتري أرض بنات شحاتة وأنا آخر من يعلم؟ وانت بقى كنت عينت نفسك واصع على الكنيسة؟ ليه الموضوع من أوله لآخره سر؟ لأنكم عارفين إن المسلمين مش هيسكتوا، وتبتدي جربة المشاكل تخر على ظهرنا. مفيش مشاكل ولا حاجه، فلوس الارض مدفوعه بالكام، والاستاذ ممدوح متبرع بفلوس البن. ومن ده اللي هيخليك تبني؟ واحنا هنبني كنيسه جديده، ده مبنى خدم، هنقدم خدمات للاقباط والمسلمين. حتى دي يا ابونا محتاجه تراخيص. وانا اللي هخلص كل حاجه. معلش بقى معلش. وحد مخوفني غير وجودك انت في القصه؟ وعلى افتراض ودوارد جوي جوي جوي، الحكومة مرضتش تديك التصارية، هتعمل ايه بقى يا متر؟ معلش بقى معلش. خفيف، مفيش تصاريح يا استاذ عشان نعبد ربنا. وكمان في حاجة مهمة قوي، احنا مش هنوافق على الخط الهميوني اللي بيحكمونا بيه من ايام العثمانلي. يلا اخربها وحطوا فيها قالب. ايه دي؟ عزمت الكل يا توفيق؟ لفيت لغاية ما رجليا ورمت، والله ما رضيت أكلم حد في الموبايل، خبطت على باب الصغير قبل الكبير. نردها لك فرح رمضان يا أبو رمضان. يا خالتي الكيسة مليانة تراب، نضفها على قد ما تقدر. إلا قولي لي عندي، أنت يا عزمة قد إيه من بره البنات بتوع العيلة؟ قول 10 20. هو إيه يما اللي 10 20؟ ما تقولي يما كلمة واحدة، 10 20. عينوك محامياك، انت مالك انت؟ انا مجامله حريم الناحية لازم يردوه. ايوه انا مقصودش كده، نقصد يعني عم لازم نعرف العدد عشان كل واحد ياخد واجبه. اعمل حسابك على 100 مره بعيالها. ايه 100 مره ليه كده يا عندي؟ وحيد يا عبدايم لازم افرح بيه. قولك الطباخين يقدر يوفر العدد ده كله؟ طب ودول بيعملوا ايه؟ انا لا هطبخ ولا هكنس. ايوه كتر خيرك يا هنا يا اختي يا حبيبتي، هتقطعي نفسك؟ انت طول النهار هتسبسبي في شعرك. مساء الخير عليك. سنور كنت فين؟ كنت عند المكتب على الانابيب، الهي يقطع وصيته يا عبد الانابيب كلها. قولي لي انت ولدك فين؟ خالف الاوضه الجديده، ما انت عارف يا سيدي. الله. هقول لك ايه ولا ايه؟ فرش عمره ما دخل الصعيد قبل كده. ايوه مكتبة جديدة وأوضة نوم جديدة كله فرنجي. كم درفة؟ 6. وفي حمام مستقل؟ طبعا، والحمام فيه فاريو كمان. طب يا سيدي مبروك عليك. ده كلام، اسمع مبروك علينا. صح مبروك علينا. صوتك ماله؟ زي ما تكوني جامة من النوم ولا زعلانة؟ لا يعني مش عارفة، تقدر تقول متوترة كده شوية. قلقانة من ايه؟ يعني السفر بكرة
كل ما معاد السفر بيقرب بحس اني متوتره. يا خديجه انت مسافره الصعيد، ولعلمك الصعيد ده جوه مصر. مش قصدي، عارفه والله. والله اقسم لك بالله انك هتعيشي معنا مبسوطه ومستريحه ولا هتحسي بالغربه. عارفه طبعا. مش مطلوب منك غير حاجه واحده بس، انك تحبيني وتقوليها. خلي صدري ينشرح. تصبح على خير. برضو عايزه تبلي ريكي. ايه يا حاج، هنسكت على حكايه الارض دي؟ دي كنز يا حاج، اثار، مش ارض مزروعه قمح ولا فول. هنعمل ايه بس؟ مش عبد الحكم هو اللي بوظ الدنيا؟ وبعدين لازم نستنى شويه، لسه المجلب بتاع المعديه ما عداش. عايز النصارى يقولوا علينا ايه؟ بص يا حاج، انا موتي وسمي اللي ياخد اللقمه من حنكي، ودي لقمه طريه وكانت خلاص حطيب. يجي واحد معفن زي عبد الحكم ده ويخطفها ويا ريته كلها. لا ده اديها لهم بيضه مقشره على طبق من فضه، مش بعيد يكونوا عارفين اللي فيها، وياخدوا الحتة بتاع الآثار يبيعوها من بره بره، ولا من شاف ولا من دري. ده احنا ما نجيبوش رجال. خدها كيف من النصارى؟ ما صدقنا الموضوع بتاعك هدي. نقول لهم ايه؟ عايز مباحث من الدولة تاني تبعت لنا ويقولوا هم اللي عاملين الفتنة؟ ما حدش هيقدر يجيب سيرتنا، بالعكس ده الناس هتيجي تترجانا عشان تشتري الارض. وكيف يعني؟ ما انا قلت لك قبل كده، بس انت عم تنسى. مفيش حد هيقدر يحل المشكل ده غير واد علي ايوب. كامل؟ ايوه كامل. مش هنسكت كل مره. يا جماعه يا جماعه يا جماعه، لو هنفضل نزعج مش هنوصل لحاجه. بالراحه بالراحه، واحده واحده عشان نقدر نوصل لحل. هو حد جايب لينا المصايب والبلاوة دي غير الصوت الواطي؟ فضلت تقوله بالراحة بالراحة لحد ما راح تتجلد، وبقى ناس عارفين نعيش في أم البلد دي. خلاص نقعد نقتل في بعضينا عشان نرتاح من الدنيا واللي فيها. اطمن يا ابونا، المسلمين قايمين بالواجب وزيادة شوية. يا ريت يا أستاذ ممدوح يا فوزي تخليك في الموضوع وبلاش تفرعات. اللي قاله المقدس صح 100%. دلوقتي القصة كلها في حمة أيوب اللي طلع لنا زي الخازوق، وأم المخلص العذراء مريم اللي هيمد إيده على الكنيسة هنقطعها له. عجبك المقاطعة دي يا أبونا؟ كله يسكت كل لحد ما طلع على خط الكلام ينطوا على زي العفريت اللي لخبطني. كله يسكت لحد ما أبنوب يخلص كلام. شوفوا يا جماعة، الحل إننا نتصل ببنات شحاتة. لو كانوا صالح باعوا لحمة أيوب يبقى كلامنا معاهم هم، طلع ملعوب يبقى ننجل على الخطوة التانية. مش هتفوتني دي يا كام. أنا كلمت والبنات حلفوا لي إنهم عمرهم ما سمعوا عن حامد أيوب. يا جماعة الموضوع واضح وضوح الشمس. كل الموضوع ما فيه إن الأستاذ كامل أبانوب معاشر المسلمين وخايف قوي على مشاعرهم، وعشان كده عايز يدخلنا في قصة ما تدخلش عقل عيل صغير. إنما الموضوع ما فيه إيه بقى؟ الموضوع إن فيه اتنين من عيلة أيوب اللي هم أصدقاء المقدس كامل طبعاً، دخلونا في القصة وفي المتاهة دي كلها عشان يمنعونا من البونة. الاثنين دول هم حامد أيوب وكامل علي أيوب. بس خلاص بأي طريقة كانت نعرف الحقيقة، وبعدين ربنا يسهل بحل. الحقيقة موجودة والحل موجود. طب ما تريحنا وتقول لنا الحقيقة يا أستاذ ممدوح. احنا نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. نبتدي في البونة فورا ونحطهم امام الامر الواقع. والله يا خال انا حالتي بقت حاله. ساعات بحس اني شبهك وشبه خالي حربي، وساعات بحس اني شاب طايش ملوش اي اهداف، وافضل اخد ودي مع نفسي في الحوار ده وما بوصلش لاي حل. ده الشيطان، ده الشيطان، والعياذ بالله نعوذ منه ومن جنوده واتباعه. أنا خال، بس إيه دخل الشيطان بموضوع زي ده؟ أفهمك،
الشيطان يا رمضان ده عامل زي جدالين الجتلة اللي لابدين للواحد في الدرة. تخيل انت عود الدرة الرفيع ده واجي في وراه جدال جتلة. بالراحة يا خال، وخد بيدي واحدة واحدة وفهمني. أفهمك أنا. شوف يا رمضان، واحد زيك كده طول وبعرض وابن عيلة وعنده فلوس كتير وحسب كويس، يقوم الشيطان يعمل فيه إيه؟ أقول لك أنا، يقوم الشيطان ابن الحرام يصور له إنه إيه؟ إنه ملوش عازة، وإنه ولا له ولا في الطور ولا في الطحين، إنما هو العكس اللي المفروض يحس بيه. يعني إيه؟ شوف يا رمضان، التاريخ بتاعنا التاريخ الإسلامي كله عبرة وموعظة وتعلم. شوف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم إدى قيادة الجيش لسيدنا أسامة بن زيد، وهو سنه كده ما كانش بيزيد على سنك. الجيش ده كان فيه مين؟ كان فيه المشايخ والفطاحل بتوع الأمة. وكان مين قائدهم؟ شاب ما عندوش 18 سنة. أيوة يا خال، ده الرسول عليه الصلاة والسلام، وده أسامة بن زيد. مش جاب لي جاب. يبقى ما فهمتش كلامي، فكرك ضيق. يا ابني قلت لك إن تاريخ الإسلام ده للعلم، وإن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته هي المنهج الذي نسير عليه. المقصود من الحكاية دي إيه؟ ها؟ إيه المقصود؟ المقصود إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر قيادة الشباب للشيوخ. أقر قيادة إيه؟ الشباب للشيوخ. يعني أنت من حقك دلوقتي من بعد ما تتدرب وتتعلم وتسف التراب إنك تكون قائد. السن ملوش دخل بالموضوع. كلامك صح والله يا خال، بس انت عارف خوف الاب والام على الواحد هو اللي مكلبشني. طب ما انا يا ابني ابويا كمان بيخاف عليا، وامي زي الست امك كمان بتخاف عليا، بس الهدف يا رمضان هو رفع رايه الاسلام، وده امر تهون اليه كل الامور. كلام تمام يا خال، بس في حاجه. قول يا سيدي، احنا قاعدين قاعده مصارحه. واحد ملوش طاقه على القرايه زيك وزي خالي حربي، يا دوبك الكلمتين اتعلمناهم في المدرسه، وان الله يحب المحسنين. يا ابني هم الصحابة اللي كانوا زينة الرجال كانوا كلهم فجهة؟ لا، كان فيهم الفقيه وفيهم اللي ما بيعرفش يفك الخط، بس كل واحد كان شغال في شغله. الحداد حداد، والمجاهد مجاهد، واللي عم يغزل الصوف واللي عم يطلع النخل واللي عم يعلم العيال الصغيرين، كل واحد في شغلته منظومة. لكن انت كمان عندك خبرة ومهارة وصنعة استخدمها في خدمة الإسلام. تعرف يا رمضان، أنا فرحت قوي لما خالك قال لي إن أنت عندك خبير ولا خبرة في استخدام الكمبيوتر. شوف إن شاء الله بكرة تستخدم خبرتك دي في خدمة الإسلام. يا رب يا خال، الواحد بيستنى اليوم اللي يخدم فيه الإسلام والمسلمين. إن شاء الله. ليل نهار ليل نهار، شغل من نار لحد ما خدت الموافقة، واه قدام عينيكم اللوالي هتنزل حمولتها. يا رب الله يرحم اللي ماتوا راحوا قبل ما يشوفوا اليوم ده. يا جماعة القصة مش سهلة. الكبر ده كان في برنامج السيد الرئيس، اللي أهم نقطة فيه مراعاة محدود الدخل في كافة مناحي الحياة. دي بينها الحكاية جد يا مقدس سليمان. ما تخافش يا ده مرسي، المعدية هتشتغل يعني هتشتغل، ما سليمان تاكل اللي حقه يروح. كيف ده؟ ده احنا لسه ما خلصناش من معدية الخواطر طلع لنا الكوبري. ايه ابن كوبري اعملوا نفق، المعدية هتشتغل. بقول لك ايه، أنا عارف أنا هعمل ايه، خلي بالك من المعدية وأنا هتصرف. طب هات 2000 جنيه 2000 جنيه توفيق، في حاجة كده لازم تاخد بيها خبر. استر يا كريم، فيها بنت عمي صوتك مرجوف ليه؟ رمضان ماله؟ متخافش مفيش حاجة، هو بس يعني من غير بسبسة. ماله؟ اتغدى النهاردة مع كامل واد علي أيوب. إنك لله سيبت ركبي، قلت الواد لا قدر الله جرت له حاجة، ايه يعني لما يتغدى ولا يتعشى؟ ايه اللي يخوف دي؟ يعني عادي انه يتغدى ببيت علي ايوب؟ وصحيح علي ايوب يحب العمى وما يحبنيش،
وأنا كمان الراجل ده كابس على نفسي، بس في الأول والآخر راجل محترم. أيوة يا توفيق أنا عارفة، بس قصدي بلاش يعني ترط زي النسوان وقولي دغري. إيه اللي مخوفك من غدوة رمضان عند علي أيوب؟ بصراحة الواد كامل ده ما بلعهوش، ما بينزليش من زور، سكك كلها عوجة ومشاكل. فاكر يوم عركتك مع الأقباط؟ مش هو جه من مصر وساب دراسته وفضل ينفخ في النار لحد ما ولعها نار؟ نفرض لقدر الله لا في دماغ ولدنا بكلمتين، نخسر ولدنا وحيدنا عشان كامل ولا عشان غيره؟ والله شكلك كبرتي وخرفتي. رمضان ولدي ده ما جابتوش ولادة، حيورثني وحيورث سيده الكبير عبد الوهاب خاطر. بكرة رمضان ده يمشي والناس وراه بنظرة عين، حبقى فكرك. لا كامل ولا غيره يقدر يلف دماغ رمضان. القصد بس إن كامل واللي زيه عندهم طريقة في الكلام تعدل المايل. وبعدين أنت تكرهي إن ولدك يبقى من رواد الجمع؟ استغفر الله العظيم، هو حد اتكلم على الصلاة؟ أنا بتكلم عن اللي ورا الصلاة والصوم. افرض وزوا على حاجة كده ولا كده. قلت لك ما تخافيش. بعدين احنا لو ضيقنا على الواد في الراحة والجاية هيفلت من بين ايدينا. يعني افضل حاطة ايدي في المية الباردة وما عارفش ابني فين وبيعمل ايه ومع مين؟ ما قلتش كده. لكن اعملي زي. وانت عم تعمل ايه يا توفيق؟ انا رابطه بحبل وهو مش حاسس بيه، وراخي الحبل على الاخر، لكن ساعة الخطر اقوم شادد الحبل وسحب الحضني. فهمتي؟ يعني تراعيه بالعين وبس، لكن شغل الغفر كنت فين وجيت منين ورايح فين ما عادش ينفع. عارف يا توفيق، لو طريقتك دي ضيعت الوقت يمين بالله لكن واكله كبدك بسناني. طب قومي قومي يا مرة، قومي يا ام دماغ خفيف، حمر البطه وكتر السلطه. قومي 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 خابط. يا بنتي بطلي تفعيص في ايدي، هو انت هتطلعي توترك فيا ولا ايه؟ خايفه اكون غلط. غلطتي في ايه؟ انتي شرع مراد، بلاش الشيطان يوسوس لك بحاجه تانية يا كئيبه. انا عمري ما تسببت في اذى اي حد فيكم، فيا ريت ما حدش يوقف في طريق سعادتي. وهي السعاده في الرهبنه وبس؟ ماما انا قلت سعادتي، يعني ده شيء يخصني لوحدي. انت ليه قلبك قاسي كده يا بنتي مش حاسه بيها؟ هو قدر البيت دوت ما يعيش فيها الا العواجيز؟ طب استني لما نروح للي خلقنا وبعد كده ترهبني زي ما انت عايزه. ما تسيبيها براحتها. لا كل واحد حر. ايه طبعا، هو انت غرمانه حاجه؟ ما انت عايزه البيت ده يفضى وتقعدي بقى تكوشي على كل حاجه. لا مي، شايف مراتك؟ مفيش كلمه بقولها وبتعدلها من زورها ابدا. يعني تريز لو كانت بنتك يا مرسيل كنت هتسيبيها تترهبن؟ هنهرب، ما هي تريز مش بنتكم. على فكره انت مش عايزه نضاره لعينيك، ده انت عايزه نضاره لقلبك. واحب اقول لك يا تريز ان الدير مش هيوافق انك انت تترهبني. سعيد يا جماعه. سعيد مبارك. ايه ازاي حضرتك يا عم؟ الحمد لله. نورت بيتك يا اخت تريز. اشكرك. انا جايب لك بشاره. خير؟ عمليه التصليح في الكنيسه هتبدا بكره او بعده، ولولا وقفتك وكلامك في التلفزيون ما كانتش اي حاجه اتحركت. نشكر ربنا انا ما عملتش حاجه. يلا يا ولاد. اوه
ما عاد شي صح تحتفظ بصورها دي، خلاص بقيت في عصمة راجل تاني، والراجل ده أخوك يا كامل، أخوك فوق فوق يا واد الأستاذ علي فوق. استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم، سامحني يا رب. سامحني يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعني على نفسي، اللهم أعني على نفسي يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم ارزقني خيرها واكفني شرها وارزقني منها الذرية الصالحة. حطي يدك على راسي خديجة، قولي نفس الدعاء. اللهم ارزقني خيرا، اللهم ارزقني خيرا، واكفني شرا، واكفني شرا، وارزقني منه، وارزقني منه بالذرية الصالحة، بالذرية الصالحة. ما قلتليش ايه رأيك في الفرحة؟ إن أول ليلة ليا هنا، بس حاسة كأني كنت عايشة هنا من زمان، من كتر ما حكيت لي عن البيت واللي في البيت. أنا مرتاحة طول ما أنت جنب. أنا مرتاحة الحمد لله، عشان كده ربنا قال وجعلنا لكم لأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. النهاردة يا خديجة أنا سكني بدار وأنتي أهلي. مالك؟ خايفة. تخافي وأنا جنبك؟ من إيه؟ من أهلك ممكن يعني ما يحبونيش، أو يحسوا إن أنا ممكن أخدك منهم. من الناحية دي اطمنوا، طول ما أنا راضي عنك هتلاقيهم شايليني في حباب عينيهم. ده انت ست الدار. ما قلتليش تحبي تنامي على السرير النهارده لوحدك؟ يعني لو كنت خايفه ولا حاجه. هو ممكن؟ ممكن؟ لا ممكن لو كنت عايزه يعني. انا عارف انك جايه من السفر واكيد تعبانه وكمان الفرح وكده. من فين؟ انت صدقت يا خديجة؟ صباح الخير يا أمه. صباح النور يا بنت. اللي مصحيكي بدري يا أمه؟ كنت بتجهز لك شوية حاجات من بتاعة الفرح تاخديها معاك بيتك وانت مروحة، وقلت سد حنك أم جوزك النكدية دي. بيت ايه ده اللي روحه؟ أنا أصلا مش مروحة لا النهاردة ولا بكرة. ليه يا بنتي؟ أخوكي ودخل والزيتة والزنبليطة انفضت، تبقي تروحي بيتك. انت اطمنتي عليه؟ اطمن عليه كيف؟ أبوكي قال محدش له دخل بحربي، سيبوه يدخل على عرسته براحته. طالعين لي لافرنجي في موضة، ماله البلدي ماله؟ طبل وزمر وزغاريت وضرب نار والناس تفرح. يلا مش دعوة، خلينا في اللي احنا فيه. قومي غيري خلاجاتك وروحي بيتك. بيت ايه ده اللي روحه؟ بيت الساكت اللي شبه القبر. يا اما اسكتي خليني معبية حكيم، انا لو انفجرت ما يعلم اللي ربنا باللي هعمله. مالك يا بكري؟ مش على بعضك ليه؟ ولا تكوني فاكره كبرتي علي؟ كان على الكبر انا مش كبرت، لا عجزت ولا عدت انفع على طبله ولا طار. انتوا مش طلعتوني من المدرسه عشان اتجوز؟ خدت ايه بالجواز؟ ولدي ومات وجوزي وطفشان ولا الفلوس، حتى المكلف مره كل اسبوع تلاقيه اتجوز هناك وانا قاعده هني مش دريانه. جواز ايه بس يا بنتي؟ قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الواحده منينا مالهاش غير جوزها وبيتها. ياما اسكتي ما تقلبيش عليا المواجع. عارفه ياما العيال البايظين اللي في سن واد بنتك رمضان
مسميين شارعنا ايه؟ شارع الرمش اللي يدخل وما يتهرمش. الشارع ما فيهوش غير نسوان يما، فيهوش رجال، رجالة طفشوا ورا الفلوس. هقول لك ايه احلى غنيه وبحب اسمعها؟ غنيه البنات الجنايه اللي بيقولوا تسلم زندك يا صدام، رجعت الرجالة للنسوان، لكن بعدها طفشوا تاني ورا الفلوس وسابوا فرشتنا برده. بس يا بنتي بس يا بنتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حق الله العظيم وسلطانك العظيم، اللهم وفقها وانعم عليها بالذرية الصالحة يا رب. تقبل الله منا ومنكم. الله الله، استغفر الله العظيم يا رحمن الله. ان شاء الله ربنا هيتقبل دعائنا لخديجة باذن الله. يا رب، البنت غلبانه والله. ان شاء الله ربنا هياخد بيدها. امال ابنك وخطيب بنتك فين؟ سالت عليهم قالوا لي ان هم راحوا حته اسمها كاريوكا مول. كاريوكا مول؟ معقول البلد دي فيها مول؟ وحج لا اله الا الله، منورنا ومشرفنا ومكترنا يا حبيبتي، ده الشرف لينا احنا والله. هو في هنا يا هنا يا بنتي حاجه اسمها كاريوكا مول؟ لا يا حاجه، دي غرزه على الشط بتاعت واد اسمه رشدي، ومن كتر رقصه عمال على بطال العيال سموها كاريوكا مول. اولا تسلم ايديكي، ثانيا يا بنتي الاكل ده كتير علينا قوي، انا بالنسبه لي كوبايه زبادي ابقى كويس قوي. جرى ايه يا حاج؟ ده انا لما شفتك بالجلابيه الصعيدي قلت انك هتجوم بالصينيه كلها. على العموم تمام، في لبن رايب ينفع؟ يا سلام، هو في احلى من رايب البلدي؟ رايب. اه عينيا. مجنونة طماطم! مجنونة! روح بيع فجل أحسن يا مسكين! ما بطل يا ده رشدي تلقيح النسوان دي! هو حد كلمك؟ في واحد في دماغي مسكين عم أقول له بيع فجل، عشان سوق اللحمة محتاج الرجالة الدفيانة. طب غور من قدام المحل، غور! غور أنا ما تخورك أنت وشبح! والله أنا عارف إنك ما هتسكت النهاردة، أنا يا قاتل يا قتيل! طب خد! أي! وكمان عم بتطلع! غدوني يا ناس! غدوني يا مسلمين! سعد ودلوك القبط قتلني! توصلوا بالسلامة. الله يسلمك يا بنتي. خلي بالك من جوزك يا خديجة، اوعي تزعليه، تحطيه في عينيكي. حاضر يا ماما. وانت يا عمي معيش توصية على حاجة؟ لا بنتي مش عايزة وصاية، أنا عارفها مربيها كويس. يلا يا جماعة عشان نلحق نسلي عليهم تحت. يلا خليكوا انتوا، احنا عارفين الطريق. لا ازاي ودي تيجي، اتفضل. عندك هون على فين كده ان شاء الله انت واللي معاك؟ شفت يا ابوي؟ شفت آخرة الطبطبة؟ خبري هون بترد على السؤال بسؤال، بنقول لك على فين؟ أنا أقدم وادلوجة يا ابوي عشان سايح دم مسلم وكأنه فروجة. حاسب يا ابو الأستاذ، ده فروجة ولا ديك؟ احنا نقعد ونتحاسب والغلطان يدفع ثمن غلطه. يلا كل واحد على بيته، المشرحه مش ناقصه قتله. ارحمونا. يلا شيخ. كيف يا شيخ كامل؟ كيف؟ انا عاوز زي الحريم وحق رشدي هيموت. اعمل ايه في ابويا اللي طلع لنا من تحت الارض؟ لو محروش روح انت واحنا نقوم بالواجب معاهم. لا ما ينفعش. يلا تعالوا معايا دلوقتي. يلا يا رجاله يلا. ما تكبوش علينا في السؤال بقى ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معقول يا حسن بيه ما كنتوا قاعدين معانا شويه؟ معلش الاستاذ حسن عنده مشاكل كتير في مصر. ربنا معاه. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. الو مين؟ ايه؟ سعد لوقا ورشدي؟ خير يا حاج. بيت لوقا مش قليلين، علشان شي رشدي في الريحه والجايه مسخر واحد منيهم. ما تلفلفش زي الحريقه، محدش جاب سيره البيوت والغيطان، ولا انت عشان طلعت لنا كرسيين هتزلنا بيهم؟ اه يا اخوانا
لو مشيت رسمي التنين حيتعود. كيف يا سيد نشير؟ هو الجاني زي المجني عليه؟ في أمن الدولة يبقى زي إيه؟ عركة بين مسلم ونصراني طوالي أمن الدولة وحلني على ما يطلعوا يكونوا شبعوا نفخ وضرب. يا ناس العدل شوي، رشدي ما راهوش غيري في البلد كلاتها لغايه ما وقف حال الجزاره بالاشعاعات. بس انت فتحت دماغه. اه يا مقدس انا معذور برضه، رشدي عم بيلفلف في البلد كلتها يقول اني ببدل اللحم بلحم خنزير لغايه ما وقف حال الجزاره والسبب عم بفلس. بس 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 اللي بابا جاي اهو كل لك يحط لساني جوا خاشمه ينطقش، اللي يتكلم الحاج محمود. افرد خطوتك يا رشدي ولا ماشي على قشر بيض اياك. حاضر يا عم الشيخ. ايه اللي حاضر؟ خلاص في سلام عليكم. يعني انقتل وابدا بالسلام؟ تركب كيف دي؟ اتقعد ما تعملكش فلقه. وهي ما نقتل المسلمين ما انا معديها المره دي. هتعمل ايه يعني يا رشدي؟ اطلع عدل على امن الدوله ولا تقولوا الحكومه يمشي علي وعليكم. بس هوس هوس، الشيخ محمود هو اللي هيحكم. سبب المشكله دي ثلاجه توفيق خاطر اللي سي رشدي بيعملها وكانها ولده. يا اخوانا هلا نخلص. قول لي يا رشدي، اه ترضى بايه ونخلص الموضوع؟ افتح نفوخه زي ما فتح نفوخي ولا انتم مستهترين بيه عشان ماليش بدنه في البلد والكعبه المشرفه؟ ده انا قتلها رجاله وبصلاح كمان. يقعد ما ينفعش كمان نهملكم تاكلوا ببعضيكم. ده الشرع بيقول اللي يضربك اضربه. ياه يا ويل الشرع منكم. الشرع كمان بيقول وأن تعفو هو أقرب للتقوى. العفو؟ لا انتوا مستهترين بي. ده أنا هقلب بني خاطر شرقة وغربة. ده انتوا مش عارفين أنا مين. اتكسر للرجالة يا عم رشدي، خلي النهاردة يعدي على خير. ترضى بحكمي؟ لما أعرفه الأول. تاخد تمن علاجك وسعد يحب على راسك، قلت ايه؟ وافق يا رشدي علشان خاطر عمك الشيخ. هو كده الفقير ديته قرشين ويسد حنكه. هتاخد اللي انت عايزه، ما تعقدهاش، هديك 1000 جنيه. 2000 جنيه يا دوبك هتعالج في مستشفى الجامعه. اجيبهم منين يا خل؟ يقعد هندبر حالنا، خلينا نخلص. الاجتماع ده اول واخر اجتماع. ايه هنتكسر من اولها اخ كامل؟ لا مفيش كسره باذن الله. انا قصدي ان اللي فات شيء واللي جاي شيء تاني. انا مش فاهم، وضح كلامك اخ كامل. صلوا بينا على حضره النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا يا جماعه الخير، لاني عارف ان القصه غويطه مش واقفه بس عند رشدي وسعد لوجا، عشان كده قبل ما اتحرك خدت راي الجماعه في مصر. جماعه مين يا شيخ؟ مش هم اللي عملوا مراجعات وهربوا الناس من السجون؟ وبعدين ايه؟ بعدها باعوا القضية. من يوم ما عملوا المراجعات دي والجماعة حطوا نفسهم تحت جناح امن الدولة وبقوا يفكروا في مصالحهم. لسه شايف اخ من ملة وراكب عربية مرسيدس، واخ تاني فتح شركة مجاولات، واخ تالت فتح شركة صرافة، ولسه ما يمكن لدار الرماد في العيون يا اخوان. مش عايزين نختابهم. لا، المراجعات قسمت ظهر الجماعة لأنهم استنقروا الحق اللي كانوا عليه بدعوى نبذ العنف. تخيلوا يا رجالة، الجهاد في سبيل الله باسمه العنف. طب وبعدين يا أخواني؟ ما كده هنعمل إيه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لسه برضو في شباب عندهم استعداد للتضحية بالروح، وما هو أغلى من الروح في سبيل الله تعالى. الجماعة هتكون شغالة في مصر، وإحنا بإذن الله وعونه هنكون هنا رجالة الجماعة في الصعيد كله مش في بني خاطر بس. وإحنا معاك، ما عملت بكتاب الله وسنة رسوله. من رأى في نفسه القدرة على القيادة فليتقدم. أنت أميرنا وإحنا أصحابك. في حد عنده رأي تاني؟ الموقف يا جماعة لا يحتمل أي اختلافات أو صراعات. حد عنده رأي تاني؟ على بركة الله، الحمد لله على توفيقه لكم. لقد وليت عليكم ولست بخيركم. احنا هنتعامل مع بعض بوصفنا اصدقاء واصحاب بدون ما نعلن عن نفسنا باي شكل من الاشكال. لبسنا هيكون عادي زي باقي البلد، حتى اللحية مش فرض علينا في وقت التأسيس.
كفايه انا والاخ حربي بس هنكون ملتحين، والباقي هيجاري هذا المجتمع الظالم لحد ما نتمكن ونبقى غلبة وتكون في ايدينا السلطة، وساعتها بس هنقدر يبقى لينا قواعد. بمناسبة الاخ حربي، انا شايف وبصراحة انه مش هينفعنا. شوف يا اخي، الاخ حربي مننا وعلينا، وعشان كده انا اخترته نائبا للامير واميرا بعدي فيما لو حدث لي مكروه. يبقى مارد ايه؟ حربي دينه لين ولا يمكن نعتمد عليه في اي حاجة. بص يا اخي، الاخ حربي من اكبر عيلة في البلد، وضروري نستفيد بالميزة دي. يعني لو كان معانا النهاردة كان كل ولاد عمه وقفوا في ظهرنا، وساعتها لا ابويا ولا الشيخ زايد كان قدروا يمنعونا من تأديب سعد لوجة. في النقطة دي معاك حق يا اخي كامل. بايعوني. نبايعك على السمع والطاعة. تنقطع يد واد لوجة. يا بنت ما تخافيش، انا اول ما اتخبطت كبست الجرح بن، وبعد ما القاعدة خلصت طلعت الوحدة الصحية والدكتور خالد اداني غرزتين ثلاثة. يا بنت انا دماغي ناشفة. كل ده عشان توفيق خاطر؟ قولي علشان دول تغور الفلوس. انت عندي بالدنيا كلها. دول 2000 جنيه. ان شاء الله يكونوا 10,000. نفرض لا قدر الله ان الجرح كان عويس، كانت هتنفعني الفلوس اياك. بص يا رشدي، من هنا ورايح مالكش دعوة بالخواطر، لما حد فيهم سأل فيك، مع اني رحت اركبرهم لحد عندي. يا بنت فلوسهم كتيرة ومشاكلهم اكتر، وساعة الجد عم يعملوا نسوان وبيقعدوا في بيوتهم. طب خدي خدي وبطلي لوكلوك، خدي. اما روح اذبحلك فروج تشرب شربتها وتتجوت. فروج واحد وتخليهم اتنين. مهدودة يا رشدي. السؤال الاول، لما اخويا الاستاذ حربي يكون لا قدر الله يعني زعلان منك ويقول لك نهارك رهري، يبقى قصده ايه؟ يكسب رقبتك يا بعيدة. ايه سؤال العفش دي؟ سيبيها يا ستي الحاجة سيبيها، مرات الاستاذ دقيت مننا وعلينا ولازم تتودى. رهريك دي وحشة صح؟ اه عارفة لما المية تغرق لتراب وتبقى زحلقة، هو ده الرهريق. رهريتي يا هنا مش بالشكل هي قالته ده. خد يا مرات الاستاذ سؤال، بافتراض ان ستي الحاجة قالت لك خدي شوية القمح دول اصربيهم، سين ما معنى كلمة اصربيهم؟ لا دي سهلة خالص، افتح الباب واصربهم زي ما بنسرب القطط. لا يا دنايا، ما تخليش البنات تضحك عليك، تصرب القمح يعني تنجيه من الهف. هي كانت فهمت اصربيهم عشان تقولي لها هف؟ قولي لها التراب واخلص يا عندي. صباح الخير يا حاج. صباح النور يا حبيبي. ازيك يا خديجة؟ الحمد لله. اعمل حسابك يا خديجة، احنا معزومين على الغدا عند كامل النهارده. ضروري يعني؟ طبعا ضروري، كامل ده صاحبي عايز يبارك لنا ويفرح بينا. يا خوفي لمرتك تتشهر زيي. يعني ايه تتشهر؟ اهدي ما مش هقول لك عليها، اعتمدي على نفسك بقى كده. طب ايه رايك بقى، هروح اشتري كتاب عن الصعيدي واحفظه من الجلده للجلده واتشهر. بعد الشر عليها، تتشهر ايه؟ الوالده هي اللي تتشهر لما تجيب الوقت. تتشهر يعني تتحزني لما تكون لسه والده. ماشي يا كريم. خلاص بقى يا باشمهندس، بكره ان شاء الله. يلا باي باي. حد فيكم يا ولاد اطمن على خديجه؟ انا هكلمها بعد شويه. بلاش والنبي يا ماما. بلاش ليه؟ لحسن تكون بتحلب الجاموسه ولا متعلقه في الساقيه. ايه الجو القديم ده؟ ايه مش ده كان كلامك؟ مش انت اللي قلت عليهم متخلفين وفقراء وجربانين وشكل خديجه كده هتطحن بالرحايا؟ اهم طلعوا عمد واسياد بلد بحالها. سكت بنتك. وسكتها ليه؟ طالما ما بتغلطش ما تسكتش. وكمان يا بابا كان بيقول ان هم نايمون على المصطبه، ده بيتهم طلع قد ميدان التحرير كله. هتسكتي ولا اقوم اسكت؟ ولا احترم نفسك ولا اقوم شوف لك مصيبه تتوى فيها. يلا. غبي من 3 حروف تبقى ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حاج احمد الحقني، حاج احمد الحقني، حاج احمد. ايوه يا ماما انا في القناه. ايه امتى ده حصل؟ طب وهو كويس؟ طيب انا هنزل اروح له على المحل. ليه؟
هيرجع البيت؟ طب خدي بالك منه وخدي بالك من نفسك. انا هاجي لكم على البيت. سلام. في ايه يا اخت تريز؟ بابا في ناس اتهجموا على المحل وسرقوا منه ذهب، بس نشكر ربنا هو كويس ما فيهوش حاجه. وقبضوا عليهم ولا لا؟ طبعا اختفوا ومحدش هيلاقيهم من اصلا. وهو في اي قضيه من قضايا الاعتداء على الاقباط قبل كده؟ سمعنا حد فيها اتحاكم قبل كده؟ انت رايحه البيت مش كده؟ ايوه. سوزي تاخدي كاميرا وتنزلي الاوردر ده، تصوري كل حاجه حصلت في المحل. اوكي ثواني اكون جاهزه. فكره كويسه قوي حكايه التصوير دي. انا هكلم بابا اخليه يستناكم في المحل. طبعا لو اتذاع هيضغطوا عليهم علشان يلاقوا المجرمين بسرعه. طبعا انزلي انت بس ومالكيش دعوه، سيبيلي الموضوع ده. طيب سلام. سلام ونعمه. عارفة طبعاً اللي هتعمليه. آه طبعاً هسجل مع بابا تريز، بعد كده صور المحل كله واشوف المحضر اللي اتعمل وصل لغاية فين. قبل ما تنزلي بقى يا حلوة عايزك تعدي على المكتبة، خليهم يجهزوا لك ماتيريال كويس عن الاعتداءات اللي حصلت على محلات الذهب بتاعة المساعيين، وعايزك تسجلي مع الراجل، وعايز يوصف لك شكل العيال ايه بالظبط، وتشوفوا لنا بقى ضيف حلو كده ويكون متحمس يقول لنا كلمتين حلوين. حضرتك عايزها فقرة مش تقرير. طبعا فقرة عن استهداف ممتلكات الأقباط في مصر، ممكن كمان نربطها بالإدوات اللي كانت بتتفرج على التجار، وكمان فتاوى الاستحلال اللي بتحلل فلوس المسيحيين. بس الفتوى دي قديمة قوي، دي كانت أيام التسعينات في حوادث الإرهاب في الصعيد. جراية حلوة. قديمة ايه؟ هي الفتوى بتقدم ولا بتبوظ؟ اعملي بس اللي قلتلك عليه وسيبي بقى الباقي عليا. ايه مكلسك اللي انت لابسه ده؟ لبس ياما. ماني عارفه انه لبس، انا قلت لك انك عريان. ايه الجلابيه دي؟ لبس المسلمين ياما. انا ومسلمين يا وجهتك السودة، وحكايه الدجن دي كمان سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ولما امن الدوله يفتح لك ملف يوم يحلها الف حلال ياما. جبتها منين الجلابيه دي يا رمضان؟ خالي كامل جابها لي من اسيوط. يخلى نابل بعيد، اخلع الجلابيه دي والبس لك حاجه من اللي احنا دافعين فيها دم قلبنا. ايه في ايه يا معدوله؟ صوتك جايب لقبور الميه، في ايه؟ شايف لبس ولدك؟ سايب القفاطين والبدل والمناطيل ولابس لي السخميطه ده. يا ولية ده ذكر يلبس اللي على مزاجه، طالما عارف فروض دينه يبقى خلاص يعمل اللي هو عايزه. أنا قلبي حاسس إنك عم تزق الواد لسكة من سككك العوجة يا توفيق. طب اغلطي تاني وشوفي حقطع لك لسانك ده ولا لأ. وأنا كل ما أقول بنت عمي بنت عمي تتعممي عليا؟ اسمعي من هنا ورايح مالكيش صالح بالواد عاد، فهمتي؟ هتضيع يا توفيق. ليه؟ هعلمه بانجو إياه. اسكتي أنت مش فاهمة حاجة عاد، اسكتي. طب قولي بس بتدور على ايه يمكن اعرف طريقه. اها لقيته. ايه ده؟ هديه جديده بس يا رب تعجبك. اها بس احنا ما اتفقناش على كده يا حربي. بص يا حبيبتي دلوقتي العين كلها عليكي، انت مرات واد الكبير. وايه علاقه ده بالنقاب؟ بنات الزواج عندنا ما يخرجوش وهم كاشفين وشهم، لازم بيلبسوا البيشه اللي هي النقاب. وفي بنات زواج اكتر من اخواتك ومامتك ما بيلبسوش نقاب يا حربي؟ بيلبسوا بس لما بيكونوا رايحين مشاوير عليها الجيمه. وبعدين يا ستي انت واجعه دماغك ليه؟ انت مش هتلبسيه غير هنا في البلد وبس، انما في اسيوط وفي مصر مش هتلبسيه واصل. اسمع الكلام بقى، ما تبقاش دماغك ناشفه زي الصعايده. انا نازل هقعد مع صفا شويه تكون لبستي. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
خير يا ام رمضان؟ قالوا انك عاوزاني. اسمع يا حربي، رمضان ولدي اللي طلعت بيه من الدنيا، مش هسيبه يضيع من يدي. خير يا اختي؟ مال رمضان؟ لابس لي جلابيه بيضه ومربي دجنه وبيقول لي ده لبس المسلمين. حسنا ما بقيتش اعرف، حسنا ما بقيش ولدي اللي ربيته، ولحد قريب كنت نايمه على حجري. يا صفاء، انت نسيت ان رمضان زي اخويا الصغير، انا اللي مربيه. وبعدين رمضان تدين التزم، تزعلي عليه ليه؟ ولما يفتحوا له ملف في امن الدوله ولاقيهم جايين ياخدوه من حضني، الله يسامحهم بتوع امن الدوله، خلوا كل الاهالي يخافوا على اولادهم انهم يلتزموا. انا ما بفهمش الكلام ده. رمضان اللي جلب دماغك انت، واد علي ايوب اللي طلع لنا في المقدر الجديد، وتوفيق هو كمان ما عرفاش ايه اللي عاجبه في الحكايه دي، زي ما يكون ولده هيبقى الشيخ الشعراوي بعد بكره. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب هتطمني لو قلت لك انه هيبقى تحت رعايتي وان انا اللي هخلي بالي منه؟ اذا كنت انا خايف عليك انت كمان، يبقى هتحميه كيف يا حرب؟ انت نسيتي ربنا يا صفاء؟ احنا ملتزمين بدينه، هو اللي هيحميه. السلام عليكم. صدق الله العظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخي رشدي، عامل ايه؟ أخي ربنا يخليك يا أستاذ رمضان. خير؟ الصباح قالت لي إنك عايزني ضروري. إن شاء الله خير، اقعد ما تقلقش، أنا عايزك بس في كلمتين. ربنا يخليك يا أستاذ رمضان، طول عمركم بيت الكرم والله. بص يا رشدي، شايف الشنطة دي؟ شايفها. الشنطة دي بتاعتك. بتاعتي كيف يعني؟ بعدين عدم لمؤاخذة الشنطة دي فيها إيه يا سي رمضان؟ سي رمضان تاني. بص يا رشدي، إحنا كلنا إخوة في الإسلام، يا إما تقول لي يا أخ رمضان يا إما الشيخ رمضان. ماشي يا شيخ رمضان، ربنا يهديك ويكملك بعقلك وإيمانك قادر يا كريم. بس برضه ما قلت ليش الشنطة دي فيها إيه؟ الشنطة دي فيها هدوم الجاهلية، بس بشرط توعدني إن ربنا يهديك وتلبس الزي الإسلامي. والله العظيم ما عارف اقول لك ايه، دي كلها هدوم جديده. ايوه يا رشدي، بس انت ما سمعتش باقي كلامي. انا عايز ربنا يهديك وترمي الهدوم اللي عليك دي وتلبس الزي الاسلامي بتاعنا. ارميها؟ حد يتبطل على النعمه؟ وبعدين زي الاسلامي كيف يعني؟ هو اللي احنا لابسينه ده حرام؟ الزي الاسلامي اللي احنا لابسينه ده اقتداء بالرسول عليه الصلاه والسلام وصحابته. عليه الصلاه والسلام. بس يعني ما تاخذنيش يا سي رمضان، قصدي يا شيخ رمضان، أنا شفت مسلسلات كثير في التلفزيون، وشفت أبو لهب وعكرمة ومسيلمة، لا المسلمين لابسين زيك كده ولا الكفار لابسين زيك كده. تلفزيون إيه بس يا أخ رشدي؟ هو حد ضيع الإسلام والمسلمين غير التلفزيون؟ المفروض ناخد معلوماتنا من الشيوخ والأئمة. في إيه يا رشدي؟ صح، كلامك صح يا سي رمضان، قصدي يا شيخ رمضان. بص يا رشدي، بإذن الله رب العالمين هنظم دروس دينية في جامع بني خاطر. أنا عايزك تيجي عشان تتعلم أمور دينك. دروس؟ ايوه، بس الغرزة واكل عيشي واسيبها لوحدها. تعرف انا قاعد معاك دلوقت ودماغ عمالة تودي وتجيب. هتقول ربنا ايه يوم القيامة لما توقف قدامه تقول انت كنت شغال في غرزة؟ مش القصد يعني، انا هاجي دروس. بس يا استاذ رمضان، قصدي يا شيخ رمضان، الشنطة دي بتاعتي ولا ده مقلب عامله فيا؟ انا عارف القناة بتاعتكم دي، وبنتي تريز شغالة فيها، لكن في الحقيقة وصدقيني أنا مش هصور معاكم. أرجوك يا أخ لطفي، خد الكاميرا بتاعتك وامشي من هنا. أنا مش فاهمة أنت زعلان ليه يا أستاذ لمعي؟ إحنا جايين هنا عشان خاطر ندافع عن حضرتك. سيبهم يا لمعي يصوروا عشان الحكومة تهتم وتجيب لك العيال الحرامية اللي هربوا دول. حضرتك مش فاهمة أي حاجة. أنا هفهمك. أنا راجل تاجر في السوق، وعادي إن المحل بتاعي يتسرق. الدنيا ما خربتش. أو الحاج أحمد من شهرين المحل بتاعه اتسرق، وكل المحلات اللي حضرتك شايفاها دي وقفت معاها. أنا جريت وراهم لحد آخر الشارع
بس ما لحقتهمش. والله العظيم يا عم لمع لو كنت لحقتهم لو كنت سلمتهم لك تسليم اهالي. سمعتي؟ شرفت يا بنتي. ما نجلكوش في حاجه وحشه. يلا بينا. براحتك يا استاذ لمع. على فكره احنا جينا هنا بس عشان خاطر تريز. وتريز هتردها لحضرتك في اقرب فرصه في عيد ميلادك او يوم جوازك. ان شاء الله. شكرا يا عم. سعيد مبارك يا بنتي. هو في ايه يا لمعي؟ دلقت الناس دي ليه؟ هما جايين ياخدوا منك فلوس ولا حاجه؟ يا ريت كانت تيجي على الفلوس يا حاج احمد. الجماعه دول من قناه اسمها النور المقدس. وانا فاهم هما بيعملوا كده ليه. يعني هيعملوا ايه يعني؟ هيقولوا ان محلات المسيحيين في مصر بتتسرق ويدخلونا في حوارات ملهاش اي لازمه. يعني معقوله يا جماعه بعد ما تكونوا وقفتوا معايا الوقفه دي زي الاخوات واكتر ينفع بعد كده انا ابقى قليل الاصل واتكلم عليكم كلام فارغ؟ اصيل يا لمعي ده احنا عشره عمر واكلين مع بعض عيش وملح. وانا كنت بتكلم مع جماعه بره لو الحكومه ما عرفتش تجيب لك الذهب اللي اتسرق منك هنلم من بعضينا ونعوضها خسارتك. ربنا يبارك لكم. اخت صاحبك يا سيدي عملت غاره على الصبح عشان لبس رمضان. مع ان انا اللي شاريه وفرحان بيه بس بر الام مقدم على كل شيء. طالما هيزعلها يبقى بلاش منه يا سيدي. الايمان في القلب مش بالمظاهر يا ابو اخته. ليه كده بس يا خال؟ مش حضرتك اللي قلت ان ده لبس المسلمين؟ ايوه قلت بس قلت برضه كل وقت وله أدان. الله ينور عليك دنيا واخره يا استاذ كامل. كل وقت وله أدان صح وصح الصح كمان. المهم ان نرجع في وقفه واحده ويتش جماعيه. كله هيتغير باذن الله. هيتغير كيف؟ هيتغير كيف يا استاذ كامل؟ وصوتهم بقى ملعلع على اخر الزمن. بقى هم قبل كده كانوا يستجلوا سيح ودم مسلم. ورج ده ايه؟ مش في الاول والاخر مسلم؟ حمايته واجبه؟ طب ثلاثه بالله العظيم، ثلاثه بالله العظيم، انا لولا خوفي على البلد لكنت حشيت رقبه اسمه سعد لوجه ده غشاش اللحمه. يا راجل يا راجل ده بيستغفل البلد كلها، بيوكلهم خنازير. استاذ كامل سيبك من ابوك. ما تاخذنيش يعني. ابوك راجل طيب. وطول عشرته مع كامل أبانوب أثرت عليه. لكن البلد دي عايزة راجل وانت راجلها. الصبر طيب ما عادش يجيب همه. ما تكسرش مجاديف خالي يا بوي. اسكت اسكت يا رمضان خلينا فضفض. ليه؟ هم عملوا حاجة تانية؟ ليه؟ هو انت ما تعرفش؟ ما تعرفش انهم اشتروا الأرض لجار الكنيسة عشان يبنوا عليها الكنيسة جديدة؟ على جثتي. الأرض دي بتاعت المسلمين من يوم ما ربنا خلق الأرض ولا يمكن تروح لغير المسلمين أبدا. هو ده الكلام. ابن المحروق بتاع الصندل بعته يجيب نقل رمل لغد الوقت لسه ما جاش. وتطلب ليه من بتاع الصندل؟ ما الرمله قدامك اهي. ده اللي رايح واللي جاي ياخد منها. الحق الحق خد لك الشويه دول قبل ما يخلصوا. ده بتاعت الحكومه يا رشدي. حكومه مين؟ خد خد وتوكل على الله. انت شايفك ده؟ يلا يا بابا. الناس دي جت تجاملك علشان خاطري تقوم تطردهم؟ والمسيح الحي ما هي مجامله. الناس دي ما تعرفش تجامل حد. دول عايزين جنازه ويشبعوا فيها لط. انا مش فاهمه حاجه فهمني. استني يا امال. بص يا تريز يا بنتي، انا عايش طول عمري في البلد دي محدش داس لي فيها على طرف. ما اجيش بقى في اواخر عمري اهلل واروح على القنوات الفضائيه واقول الحقوني يا ناس المسلمين بيضطهدوني. يعني عشان حضرتك محدش داس لك على طرف يبقى كل حاجه زي الفل. والناس اللي بتموت في الكنائس دول وضعهم ايه؟ اسمعيني يا بنتي،
مش الأستاذة اللي بعت الكاميرا عشان تصور المحل، مش هو اللي حاول ينتقم منك ويورطك مع الكنيسة؟ مش فاكرة ليه؟ علشان انت مرضتيش تكذبي، وأنا ما ينفعش أتعامل مع بني آدم كذاب وغشاش. الكتاب المقدس بيقول صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. مش هو ده ديننا برضو يا بنتي؟ أيوة يا بابا، أنا عارفة كل الكلام، بس تقدر حضرتك تقولي كم محل مسيحي اتسرق واتقتل صاحبه؟ كم واحد مسلم أخد إتاوة من مسيحي علشان شايف إن فلوسنا حلال ليهم وحرام علينا؟ يا دريس خفي شوية عن أبوكي، أبوك جاي من محل وشه أصفر وتعبان. لو كانوا عملوا كده أنا ما كنتش هسكت، لكن نخلط الحوادث ببعض ونقول إحنا مضطهدين، ده حتى الكويس في المسلمين مش هيصدقونا ويمكن يكرهونا كمان يا بنتي. يلا اتفضلوا. يا أهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل اتفضل. نور. يا أهلا وسهلا ست العرايس، يا أهلا يا أهلا بيك، اتفضل اتفضل يا حبيبتي. يا أهلا وسهلا. اتفضلي، ده احنا زرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. يوعدكم يا ابن بزيارته ان شاء الله. طب خذ راحتكم. مبروك نقابة ام عبد الدايم يا سيدي. يا راجل عبد الدايم ازاي بس؟ ما تقول الحاج عبد الدايم احسن يا سيدي. المهم يجي بالسلامة وربنا يبارك فيك وفيها، وساعتها ابقى اسميه ان شاء الله مهند. قوم، عايز اقول لك حاجة، تعال. خذي راحتك يا حبيبتي وكشفي وشك. عمك وكامل مشيوا، جوزك بيغير عليكي. اقعد. خير يا كامل؟ قبل ما تيجي انت وام ولي العهد، واد عمك كان معايا وقال لي كلام خطير مش هنخش فيه دلوقتي. المهم انت كل يوم بتثبت لي انك مؤهل لما عده الله لك. يا كامل انت من ساعة ما كلمتني في التلفون أنا بصراحة خايف. من خاف سلم، بس إحنا خلاص عدينا عصر الخوف والسلم. يا نكون أو لا نكون. يا كامل أنا خايف نكون مش فاهمين ونظلم معانا ناس، إحنا هنولع البلد يا راجل. ده كلام حد يقوله وعارف شرع ربنا؟ بص يا حربي، سيبك من الكلام اللي عم تقوله، أنا خلاص جاي لي الإخوة كمان شوية وحفتحهم في إنك هتكون النائب ليا. احنا خلاص دخلنا مرحلة الخطر، ولازم تكون في ظهري عشان لو واحد اتسجن التاني يكون وراه ويكمل المشوار. وزي ما بيقولوا على الجملة الشهيرة، لا تراجع ولا استسلام. ويحنا يا هما، وان شاء الله احنا. بونسوار يا أخت تريز. إزايك يا إدوارد؟ نشكر ربنا. الحقيقة أنا عرفت على اللي حصل لعم لمعي وقلقت جدا، فرحت له المحل على فكرة النهاردة بس لقيته قافل، فاستغربت هو قافل ليه يعني؟ هو تعبان أو حاجة؟ قافل عشان النهاردة الحد؟ آه على فكرة حضرتك عندك حق فعلا، النهاردة الحد يعني الواحد اصل يعني دماغه ما بقتش في راسه. معانا النهارده انا كنت عامل القداس في الكنيسه بس نسيت ان النهارده الحد. طب هو في البيت يعني ممكن اروح اطمن عليه؟ ايوه تلاقيه في البيت. طب وانت رايحه لهم ولا لا؟ انا عندي شغل في القناه. يعني لو حبيت تروح انا ممكن اوصلك يعني. لو اشكرك، انا مبسوطه منك يا ادوارد. ايه بجد حضرتك مبسوطه مني ليه؟ عشان انا عرفت انك زودت خدمتك هنا في الكنيسه. لو كلنا عملنا زيك وخلينا الإنجيل في قلوبنا وأعمال المسيح قدام عينينا، حاجات كتير قوي هتتغير. هو فعلا يعني على فكرة شور، يعني هو في حاجات كتير لازم تتغير يعني. مالك يا إدوارد؟ إيه؟ لا 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 يعني هو أنا مقتنع أصلي يعني، أنا لما بقتنع يعني بسرح شوية كده، مقتنع بكلام حضرتك جدا. أنت رايح لبابا لمعي مش كده؟ بابا لمعي مين؟ بابا حضرتك. هروح طبعا بمشيئة ربنا يعني. طب لو ممكن تمر على المكتبة، كان محتاج مجلة الكرازة، لو تقدر تاخدها معاك أكون شاكرة. حضرتك تأمري، هوديها له هوديها له. اوعى تتراجع عن خدمة الكنيسة. حاضر. سلام يا إدو. سلام ونعم. اتفضل يا سيدي.
ربنا يبارك لنا فيك. لا انا مش شايفها. الحاجه تعبت نفسها في عمل الاكل ده كله يا سيدي. ولا تعبت نفسها ولا حاجه، دي نسوان متربي على السمن البلدي. فكرك نلاقي نسوان زيهم دلوقتي؟ لا ربنا يخليها لك يا سيدي. مرتك عجباها وعماله تزن عليا عايزانا اتجوز زيك. يا سيدي ربنا يوفقك لوحده بنت حلال. حربي مش عايزك يا حربي تكون لسه زعلان مني. والله العظيم ثلاثه كنت خايف عليك، بس دلوقتي الاخت خديجه بقت مرات اخوي. عارف يا كامل، عارف. اخي كامل، اخي كامل اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. جه اجيب لك شاي؟ لا 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 مش وقته مش وقته. قريت اللي مكتوب على النت النهارده عن بني خاطر؟ لا مكتوب ايه؟ مواقع نصرانيه كاتبه ان المسلمين هم ورا حادثه الدير وورا ضرب النصارى في بني خاطر. محدش قادر يحاسبه، حتى لما تقدم فيهم بلاغ رسمي النيابه افرجت عنهم. وايه الغريب في كده؟ ما هو محدش خلاص بقى مالي عينهم. الكلام ده كله مقصود بيها ابويا. ايوه وصورته كمان نازله.